أبدى أهالي تكريت استغرابهم من التباين الكبير في أسعار اللحوم المنتجة محلياً عن المستوردة، حيث أشاروا إلى أن المحلية سجلت ارتفاعاً كبيراً ما أثر كثيراً في أصحاب الدخل المحدود، مطالبين بتدخل حكومي لاتخاذ قرار يصب بمصلحة المواطن. الزميلة أسيل نور استطلعت آراء المواطنين وأعدت هذا التقرير. تعيش مدينة تكريت منذ أشهر مفارقة كبيرة تتمثل بارتفاع أسعار اللحوم المنتجة محلياً مقارنة باللحوم المستوردة، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 8000 دينار، بينما المستورد لا يزيد سعره عن 5000. اليوم احنا كمواطنين نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم المحلية مقارنة بالأسعار المستورد. يعني انت منعت المستورد غير توفر لي أسعار أنا أقدر أشتري المواطنين. يعني أنت جاي تشوف المواطن هو يعني تعبان والأسعار غالية. نحن كمواطنين نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم المحلية مقارنة باللحوم المستوردة، فنطالب الجهات المعنية والشرطة الاقتصادية أن تنظر بهذا الموضوع. أما يفتحون الحدود وينزل سعر المستورد، أما يحلون هذا موضوع الأسعار اللحم المحلي. مواطنون عبروا عن استيائهم للوضع القائم وتساءلوا عن مدى جدية دعم المنتج المحلي، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل وفرض رقابة لكون الأسعار المرتفعة قد أثقلت كاهلهم، خصوصا أصحاب المطاعم والكافتريات. احنا كمواطنين أصحاب المطاعم والكافتريات نعاني من اللحوم المحلية، كودن اسعارها يعني مرتفعه هواي غاليه قاطعين المستورد، فالمستورد احنا ارخص لنا. نناشد الاقتصاديه ان توفر لنا او ترخص لنا اللحوم المحليه وقاطعون المستورد، او يخلون المستورد مثل ما كانت قبل. كان الكرتون مال المسحب ب 27000، هسه صعد الارتفاع ب 60000، فهذا دمرنا دمار. احنا كمواطنين اصحاب مطاعم نعاني من اللحم المحلي، يعني اسعاره خياليه وجوده نفس الجوده المستورد. نتمنى من الحكومه المحليه تلقى لنا حل، اما تفتح لنا الحدود اما تلقى لنا حل على اللحوم. يعني قاعد نعاني من نسبه اسعارها كلش عاليه. الشرطة الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى مطالبة للنظر بهذا الموضوع والاستجابة لمطالبات المواطنين من أجل حماية المستهلك. لقناة صلاح الدين الفضائية، أسيل نوري، تكريت.